اليوم مع كابتن جانتي. حتى البودكاست طلع معلي صوتي رايح، بس اليوم اصريت نعمل بودكاست. كابتن جانتي بصراحه اكثر شخصيه محبوبه حاليا على راسي من بعدك. ان شاء الله القلب طيب، معلومات حبيبي بتفوت على القلب والعضلات والسلاسل. اي والله. كابتن جانتي كم سؤال على السريع. حاضرين. للشباب الطيبه اللي عم تحضرنا، اللي دائما بيحطوا الشباب انه ما فيهم عم يعملوا عضلات لانه ما فيهم عم يامنوا المكملات الغذائيه اللازمه، شو بتنصحهم لهدول الشباب؟ هلا مثلا في قاعده بتقول بلعبه كمال الاجسام بانه تمرن على قدر تغذيتك، صح؟ صحيح. زين، سؤال بسيط، اي الافضل لما الواحد ما بيلاقي اكل، ياكل فلافل ولا يظل جوعان؟ ياكل فلافل. ليش؟ وفر الكالوري. صحيح. لكن الفكره بس انه ما يحشرها ببطنه لدرجه انه يحس بالتخمه. ما احنا بنعرف انه فيها خبز وفيها جلوتين. صحيح. وفيها دهون وفيها شغلات مضره، لكن والله العظيم بنفس الوقت وانت متاكد كمان، لان انا متاكد انك مريت بهذا الموضوع طبعا، فيك تعمل عضلات اذا بس مجرد انك عملت وجبات صغيره وخليت جسمك يعملها دايجستيف سريع من دون تخمه لا اكثر ولا اقل. لكن شغله البروتينات والسابلمنتات انت بتعرف وانا بعرف انه احنا بنروج لمكمل غذائي مش وجبه اساسيه، لمكمل غذائي. وفهموها يا شباب، مكمل غذائي هذا ما في داعي انك تحط براسك انه خلاص انا اذا ما اشتريت مكمل غذائي ما راح تطلع لي عضلات، لا راح تطلع لك وانت بتعرف، صح ولا لا؟ صحيح. طيب كابتن، في عالم كثير بتيجي بدها تعمل عضلات وبدها تجهز بطولات بدها تعمل ودائما ما معه وقت يروح على الجيم، بلاك في حدا ما معه وقت يروح على الجيم؟ لا ما في، هذا الشيء انت بتحدده لحالك. شلون المشكله اللي قاعد تصير في كثير ناس لما يفوتون بلعبه كمال الاجسام بيفوتون بنظام عسكري، خرب الدنيا خلاص، دام انه راح للجيم ما عاد اكو شيء بحياته غير الجيم، ضيع وقته كله، يعني اعطى الجيم وقت اكثر مما يستحق، وهي مشكله كثير كبيره. حلو. انت هو بهالشكل هذا دمرت وقتك ودمرت حياتك، وراح تفوت بتحمس كثير وقوي، لكن اسبوع واحد راح تخرب حياتك وتخرب الجيم وتخسر الشغلتين، حياتك والجيم. حلو. بكل بساطه وقت بسيط، يعني اربع ايام، تتوقع انه اربع ايام كافيه ولا لا بالجيم بالاسبوع؟ كثير. بتعمل عضلات بتحضر على بطوله كمان، بس لا اكثر ولا اقل، وتحضر على بطوله كمان مثل ما قال، وهي عندكم تجربه هنا على فكره. على بلعب اربع ايام بالاسبوع. كابتن بدي منك افضل خمس مكملات بنظرك. خمسه؟ اذا في شيء برايك. انا دائما اقول بانه المكملات حسب حاجه الشخص، لكن الشغله الكثير تزعجنا بالدايجستيف هو كيف نوصل الحمض الأميني للعضلات. أنا بنظري الأمينو أسيد بيور، هذا يعوضك عن البروتين وعن أي مكمل ثاني. الأمينو أسيد، ما راح أقول لك الجلوتامين وما راح أقول لك الكرياتين وما راح أقول لك الكربوهيدرات لأنه كلها ممكن نستغني عنها، لكن الأمينو أسيد هو عبارة عن البروتين المهضوم لمر مرور الكرام من المعدة على الأمعاء على الكبد على العضلات مباشرة. كلام كثير جميل كابتن. اكثر خمس خرافات او اعطيني ثلاث خرافات حول هاي اللعبه انت ما بتحبها ابدا. خرافات اذا حدا حكاك فيها تعمل له بلوك مباشره. واحد يروح التمرين يتمرن حتى وهو مريض وحتى وهو تعبان، هذا بلوك مباشره. هذا بلوك مباشره لان لعبه كمال اجسام ما بتجيها بهذا الشكل. لعبه كمال اجسام اكثر لعبه تحتاج عقل سليم وجسد سليم علشان تروح تتمرن تعمل عضلات. انت مش رايح مسبح، مش رايح باسكت بول، مش رايح شطرنج، انت رايح تعمل عضلات نسيج وتجهد جسمك وجهازك العصبي، وفوق هذا يجي عليك شخص يقول لك انا حتى لو مريض اروح اتمرن، هذا مو بس بلوك دفره بعد. طب اذا اجى واحد، انت هلا صاير كثير دارج استخدام محسنات اداء، بتلاقي واحد لعب شهر، الشهر الثاني ما بيكمل الشهر بده ياخذ هرمون، هذا شو وضعه؟ في شغلة كثير مفاهميها غلط الناس عن الهرمونات وعن السابلمنت كمان. أنا لما جسمي يحتاج هرمونات باخذ هرمونات، مو باخذ هرمونات علشان أعمل جسم، لا، هي مرحلة. جسمي أفوت وأنا مبتدئ ما يحتاج هرمونات، أفوت أتمرن، الهرمونات اللي موجودة بجسمي كافيتني وتغذيتي كافيتني. لما أوصل لمرحلة شوي متقدمة والهرمونات اللي بجسمي صارت غير كافية أدخل هرمون علشان اطور نفسي، مو معناته اذا انت تاخذ هرمونات يجيك شخص مبتدئ اخذ مثلك علشان يصير مثلك، لا، هي شغله تدريج. كل ما يتطور الجسم افوت كم محدد من الهرمون، كل ما يتطور الجسم افوت كم محدد من الهرمون، وكذلك السابلمنت. السابلمنت مو اخذ السابلمنت عشان تطلع لي عضلات، هو مكمل غذائي، انا جسمي فيه عضلات واكل ثلاث وجبات، اتطورت، الثلاث وجبات وصلتني لمرحله معينه صار لازم ادخل سابلمنت. ادخل السابلمنت علشان يوصلني للنكست ليفل.
لما اوصل النكست ليفل ادخل سابلمنت عشان يزيد اكثر. فبهالشكل هذا كل ما جسمي يحتاج ادخل له، مش ادخل لجسمي علشان يصير جسمي ينبني. طيب كابتن، هلا شايف برامج كثير صارت عم تطلع، بوش بول ليك دروب سيت سوبر سيت، هذول التمارين او تقسيم التمارين بشكل عام، افضل تقسيم التمارين بنظرك؟ افضل تقسيم التمارين انا ما امن بهذني كلهن، هذني كلهن نظريات، نظريات تدريبية ممكن تناسبك ممكن ما تناسبني، ممكن تناسب شخص. أول شغلة ببرنامجك التدريبي لازم تشوف وقت الريكفري مالتك والاستشفاء، هل أنت تقدر تتمرن 5 أيام بالأسبوع ولا لا؟ هل عملك يكفيك يخليه عندك طاقة للاستشفاء ولا لا؟ ضروري نحسبها. هل التغذية مالتك كافية بالنسبة لخمسة أيام تمرين ولا لا؟ هل أنت داخل سابلمنت ولا لا؟ هذا كله نجمعه ونحطه بمجموعة واحدة، وعلى ضوء هاي المجموعة نحدد كم يوم نقدر نتمرن بالأسبوع. بدي أسوأ موقف صار معك بالجيم، أسوأ حدا شفته بالجيم عمل موقف إنه خلاك مو تعمل له بلوك. أسوأ موقف شفت اثنين حمير مع احترامي لهم، مدربة مدربة ومخلوق ثاني قدامها، قاعدة تلعبوا التمرين بالوزن، طبعا الوزنة المدورة تمام، وقاعدة تلعبوا هذا. طبعا هذا التمرين شو بيكون؟ هذا التمرين أنت واقف تحمله هذا كتف أمامي، وهي ماسكته من ظهره وتقول له سكويز على الظهر سكويز على الظهر. هذا مو بس بلوك، هذا تفلب نص وجهها هي وياه، مع احترامي لهم الاثنين. هذا شيء يزعجك ما يعني، كتف امامي تقول له شد على الظهر، وين العقل مالتك موجود؟ طيب كابتن، هلا انا بدي منك شغله، نحن كل اللاعبين المشكله هلا عم يروحوا انه بدي يفوتوا باللعبه على الاخير. انا هي بدي هالكلمه منك، ومفكرين انه اللعبه الحياه كلها هي عضلات وكمال اجسام، بينسوا الحياة الاجتماعية أو بينسوا بيفكروا إن اللعبة مستحيل تعمل وراها بزنس. اللعبة فيك تعمل من وراها مصاري ولا لا؟ فيك تعمل من وراها مصاري، لكن مستحيل تخليها هي الهدف الأول لواردك المالي، مستحيل. ضروري إن تكون هي ستيب ثاني، ما تخليها كأساس أول. ليش؟ لأنه راح تضحك الناس عليك، وأنت شايف إيش قد في كثير مسخرة بالميديا وبالمدربين كمان، أنت شايف وأنت طبعاً بتعرف هذا الشيء. في مسخرة مخجلة جدا لدرجة أن المدرب يجيب الإهانة لنفسه ويجيب المسخرة لنفسه من ناس محترفين واقفين يباعون عليه، لكن هو مو همه على والله أنه عم أعمل بزنس. ما في داعي لهذا الموضوع، أنت فوت الثقف وأعمل على جسمك واشتغل على جسمك، لما تصير عندك عضلات وشوية نولج بلش فوت بهذا الباب. لكن تفوت دايركت وتصير تشوه بنفسك وتجيب الكلام السيء لنفسك، هذا الشيء سيء. أنت قاعد تحط نفسك بموقف جدا سيء. فنصيحة للشباب انك تتابع، والله العظيم انا اتعلم من هالرجال واتعلم من كثير ناس واسمع المعلومات من صغير وكبير، بس علشان احدث نفسي واطور معلوماتي واعترف بغلطي، ما انكر غلطي اعترف به. ما اننا معصومين، ما اننا جايين فهمناها اللعبة او نازل علينا وحي بهذا النظام، لا. ضروري انك تتثقف وتتعلم علشان تصير متقدم، علشان تعرف تشتغل، واولا واخيرا اشتغل على جسمك، لانه فاقد الشيء لا يعطيه. كابتن هلا شايف انت هلا حاليا بشكل عام المجتمع كله رايح باتجاه اللايف ستايل الجيم، تمام، اكثر العالم عم تحاول بموضوع زياده الوزن تخفيف الوزن. خلينا نكون بعيدين شوي عن بناء العضلات، برايك هو موضوع انك تعمل عجب السعرات الحراريه بس، ولا مثل ما عم تحكي دائما على موضوع الدايجستيف، دائما بتشوفك مركز على المعده، انه المعده هي مثل ما بيقول في متى بيقول بيت الداء والدواء، ايه بيت الداء والدواء. برايك الواحد حتى يعمل ينزل وزنه بيعمل عجل السعرات الحراريه بس، ولا ضروري يكون اكل معين؟ شوف انا دائما استهدف الفئه الفقيره، ما استهدف الفئه المتمكنه. صراحه هذا الحلو فيك، عرفت يعني شلون؟ هي الفئه الكبيره بمجتمعنا، ما هي هاي المشكله، لان الشخص الفئه الفقيره، وانا اللي واحد من عندهم، وانا اللي مريت بهاي المرحله، لانه خطيه بتلاقيه صعب عليه انه ياخذ معلومه من شخص متقدم، لان المتقدم دائما شو يسوي؟ يتكلم بالاتيكيت وبالوجبات الصحيه وبالشوكه والسكين و100 جرام هاي و100 جرام هاي. انا مش ضد هذا الكلام، هذا الكلام صحيح، لكن لشخص متمكن فاضي عنده امكانيه عنده وقت عنده وظيفه ثابته. لكن لما تروح على الناس اللي ما عندها، اول شغله لازم يسويها قبل العجز السعرات الحراريه انه يتمرن قبلها، لانه يجيك شخص انسان عادي بسيط عنده كرش ويقول لك انا اريد اسوي دايت. المشكله بهذا الشخص اذا عمل دايت وراح يتمرن راح ينهار جسمه، لانه هو اوريدي عليه ضغط حياه وضغط عمل، وفوق هذا كله يعمل دايت ويتمرن.
فهو قاعد يسوي ستريس اكثر على جسمه. فالافضل انه قبل الدايت انه يروح يتمرن، يعطي الطاقه والحيويه ويعطي الثقه لنفسه علشان يصير عنده طاقه وعضلات، يحس بالقوه. هاي المرحله الاولى. المرحله الثانيه يبلش يفكر انه يسوي حميه وعجل سعرات، ويصير يهتم طبعا بالتدريج، شويه يبعد الخبز، شويه يبعد الكربوهيدرات، يبتعد عن السكر شوي شوي. ومشكلتنا بالسكر اول 5 ايام فقط، في كثير ناس يخافون من هذا الموضوع. اول 5 ايام اذا تحملتهم انت توب ليفل. بعد ال5 ايام اذا تاكل فواكه تحس السكر طالع من عيونك. فالموضوع بسيط، بالبدايه يكون تمرين، بعدين فكر بشيء اسمه حميه او عجل سعرات. هلا بالنسبه ل بما انه نحن ما نحكي عجل سعرات، حدا نزل شيء وبده يعمل كارديو، شو الكارديو المفضل لك؟ الكارديو المفضل الهيت كارديو اولا، لانه في كثير ناس يقول لك انت اطلع على الكارديو، ويقول لك انا طالع 40 على الكارديو، 40 دقيقه على الكارديو لكن نقطه عرق ما نزل. شنو الفائده؟ شنو الفائده؟ انت لو رايح قاعد بالبيت احسن لك، تمام، امشي بالشارع، ارجع على البيت مشي، ما في فائده. الكارديو هو اجبار الجسد على الحركه، اجبار الجسد على الحركه. الكارديو هو ارتفاع دقات القلب لاكثر من 120 دقه، هذا الشيء هو اللي يحفز عندك نسبه الاكسجين دخولها للرئه، وبعدين الاكسجين يصير يحول الدهون لطاقه، ذره اكسجين ذره دهون طاقه. بهالشكل هذا يصير عمليه الحرق هاي الخارجيه طبعا للكارديو، بغض النظر عن الاكل وعجل السعرات الحراريه، لكن انت تيجي تحارب جسمك من كل مكان. احنا نتكلم حاليا على الكارديو. الكارديو اذا ما كان نشط ما يعتبر كارديو ابدا، اذا ما كان في اكتيفيتي ينزل بيه العرق مالك هذا ما يعتبر كارديو، يعتبر انك سويت فكيت ستريس، ارتاحيت، تمشيت على عيني وعلى راسي. لكن الهيت كارديو والاقوى والاحسن منه العفو الكروسفيت. الكروسفيت هذا نار. حلو. الكروسفيت نار، لان انت تعرف كل زين بان البودي بيلدينج ما راح يحرق شيء، رفع الاوزان ما راح يحرق شيء. سؤال كابتن، هلا خلينا واحد عمل اكله كثير منيح، مزبط اكله الامور تمام، بده يتمرن، كمجموعات تكرارات للضخامه العضليه لزياده الكتله العضليه. الجسم احنا نعرف بان الاجسام في الدهني والاسفنجي والعضلي، هاي تختلف من شخص لشخص لشخص. كابتن انت قصدك هون كمان يعني بالايزومورف والاكتروموف؟ تمام، هن هذول. اي بس انا اقول لك اياها بالعربي. اوكي. الاكتروموف والاندروموف والثاني الايزوموف، ما ادري ايش يسموه، هذا هو الاسفنجي والدهني والعضلي. اذا كان جسمك عضلي معناته انت حرق السعرات الحراريه يكون عندك كلش عالي. حلو. كلش عالي، فهنا لازم تنتبه ضروري على الارقام. 12 10 8 يعني 12 10 8 11 9 7 11 هاي الاعداد الفرديه اذا تتذكرها بالمدرسه القديمه. تخيل، هي مو الفكره بانه العفو عدد فردي او زوجي، الفكره انه يبرمج عقلك على انك تلتزم بالتكرارات، هي الفكره هنا. أنا هاي البوينت انه يخليك تلتزم بالتكرار، انه 11 يعني 11، اذا لعبت 12 غلط انتهى. فهذا اكبر دليل على انه يخليك تلتزم بالتكرار. هاي الشغله الاولى، اذا كان جسمك اسفنجي معناتها التكرارات حتى لو كانت عاليه ما في مشكله. ليش؟ لان انت عندك دهون ممكن تتحول لطاقه، وهذا كمان يعتمد على تغذيتك. اذا كان جسمك اسفنجي هذا كمان راح يختلف، نعتمد على الفرنسي اللي نسميه هو العشرات الثلاثيه. العشرات دائما العشرات الثلاثيه، والتكرار الاول يكون حتى التعب ما نحسبه، ضاعت الدفعه الاولى ضاعت، اكتيفيتي اكثر، نشط اكثر، لان انا اعرف بجهاز عصبي للعضلات. في كثير ناس تلاقيه يرفع الوزن لكن هو مفاصله تشتغل والعضله ما تشتغل. فلهذا السبب احنا نقول بانه تختلف من الاسفنجي للدهن للعضل. بس في قاعده ثابته بين ثلاث اجسام للنمو العضلي، مثلا ثلاثه اذا بتحطهم مثلا تحت ضغط معين زياده وزن، التدرج بالاوزان، التدرج بالاوزان. هو احنا ليش نقول 12 10 8؟ لانه ال 12 راح يكون وزن خفيف، ال 10 راح يكون وزن معتدل او متوسط، ال 8 راح يكون وزن هيفي. فهي هاي الفكره، التدرج بالاوزان بكل العضلات، ان كان سمين ودهني او اسفنجي او عضلي، ضروري تكون الاوزان تنازليه من الخفيف للاثقل للاثقل للاثقل، والتكرارات تنازليه. كابتن السؤال اللي بيجيك دائما وبيجيني دائما وبيجي الكل، كابتن انا علي بطن خسر كرش، بس علي كرش، كيف بدي اروح الكرش؟ اذا هو مش مهتم بالعضلات لازم اول شيء نعرف انه هاي الدهون من وين اجت. احنا نعرف كل زين بانه المعده لها فضلات مخرج. هل الكبد له مخرج؟ ما له مخرج الكبد، مش زي المعده. زين صارت عندنا مشكله هنا، اذا الكبد ما له مخرج معناته وين يروح الدهون؟ وهو مسؤوليته هضم المنتج اللي يجي من الامعاء يهضمه، لكن هم بفضلات، الفضلات شو يسوي هاي؟ هذا الكرش هذا الكرش يسموه فضلات الكبد. شو الحل هون؟ الحل مالته انك الاكل مالتك يكون نظيف،
كل ما الاكل مالتك يكون نظيف يروح على الكبد، الكبد يحتاج طاقه، الطاقه اللي الكبد يستعملها هي الدهون والسعرات الحراريه. علشان ليش لما تشوف شخص بي ابو صفير، تعرف ابو صفير؟ اي طبعا. المرض هذا شو معناته؟ معناته الكبد يهضم بحاله، فشي يقول لك؟ يقول لك تحتاج سكر، تحتاج بروتين، غذي نفسك. فانت هنا شو تسوي لما تاكل اكل نظيف ما في سكر، ما في كربوهيدرات، ما في العفو دهون، شو يسوي الكبد؟ انت قاعد تجبر على انه يشتغل. لما يحتاج هاي الاشياء شو يسوي؟ يعمل باك اب من الدهون اللي خزنها هنا. لهذا السبب لما الواحد يسوي حرمان يبلش يضعف يضعف يضعف. ليش؟ لانه الجسد ياكل حاله. شو هو اللي ياكل حاله؟ الكبد اللي هو معمل الجسد كله. فهي الفكره هنا، كل ما كان الكبد تبعك نظيف كل ما كان الحرق مالك اعلى، كل ما كان الكبد مالك الاكل مالك نظيف، كل ما الكبد استخدم الدهون اللي خزنها سابقا كطاقه ومعمل علشان الحرق مره ثانيه. طيب كابتن، هلا هو في عالم كثير بتعطي حل او بتفكر بالحل انه انت عليك بطن هون العمول ألف مره معدي غير كافي، الاكل هو الاساس. يعني غير كافي، هاي الالف الف 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 مره معده قديش حرق فيهم كالوري؟ اعطيني رقم. هو بفكر انه اذا في تجمع دهون هون اذا صلاج ماده تكسير شغلات بصير تكسير شحوم على عيني وعلى راسي. لكن هذا كله ما يعتبر 5% بالنسبه للاكل اللي هو 60% من النظام كله للحرق. انت تعمل، انت تنشط، انت تشتغل، وهذا شيء طبيعي منتهي من عنده، ضروري انك تحاربه من الداخل ومن الخارج. لكن بس استهدافه بمنطقه معينه. انا بنظري الافضل انك تبني عضلات معده، وكل ما طلعت عندك عضلات كل ما العضلات تحولت لمعمل حرق دهون. كل ما كبرت العضلات كل ما المعده. يعني هسه مثلا لما نجي عليك شخص يقول لك انا اريد احرق هاي المنطقه، تيجي عليه تباوع تروح على جدار المعده، معده مش موجوده اصلا، تقول له اعصر ماكو بس الصره تمام وكتله دهون. طيب اذا معده مش موجوده شنو اللي راح يتحرك؟ ما راح يتحرك شيء. واذا انت اذا يجيني شخص مثلا يقول لي بانه انا اكسر خوب، انا اقول اقعد اجيب عصاية واظل اطرل فيه واكسر واكسر واكسر، هاي همات الحركة. لكن ما في فايدة، الافضل انه يعتمد على بناء العضلات اللي تحت الدهون. وكل ما انبنت العضلات اللي تحت الدهون كل ما صارت تكبر وتستخدم هاي الدهون للطاقة طبعا اثناء الحركة. فهو هذا الفكرة. كابتن انا بشوفك دائما بكل شيء، بكل لايفات عندك على اليوتيوب بتركز دائما على المعدة، بكل شيء بتركز على الهضم، المعدة الهضم. شو افضل طريقه لحتى الواحد يحسن الهضم، ينشط المعده او يغسل المعده؟ حتى احسن طريقه انك تاكل وجبات صغيره والخضروات. لما تعمل تخمه بالمعده، احنا المعده مثل ما قلت انت بالبدايه بيت الداء صح، المعده ضروري يكون ثلث اكل وثلث مي وثلث هواء. هاي ضروري جدا. لما يجي شخص يعبي المعده كلياتها اكل يصير عنده تخمه، المعده ما راح تهضم بشكل جيد، الانسولين راح ينضرب عندك لانه انت راح تهضم شوي والباقي كله يتحول فضلات او تخمه على المعده. فافضل طريقه على تحفيز الانسولين لامتصاص المواد ولا يكون معدتك فلات وشكلها حلو على مدار النهار انك تاكل وجبات صغيره لفترات محدده. يعني انت عندك ثلاث وجبات، لكن هالثلاث وجبات اعملهم خمسه، اقسمها الوجبه هي نفسها الوجبات لكن اقسمها على وجبات صغيره. هذا يخلي تجسف عندك اسرع والهضم اسرع والامتصاص اسرع والتغذيه مالتك على مدار النهار والانسولين يتحفز عندك اسرع، فهذا يعتبر امتصاص وتغذيه للعضلات اكثر. حلو. طيب كابتن، في عالم مشان الهضم والتجسف الصبح على الريق بشرب 500 ملي مي مع ليمون حامض، رايك هذا الموضوع مفيد؟ صراحه انا بعملها مع خل تفاح الاورجانيك. حلو. انا اعملها بصراحه، وخصوصا لا السر هذا ما راح اقول. لا هذا بودكاست بصراحه لازم، معلش هذا بودكاست بصراحه لازم هذا معلش بيستاهلوا المشاهدين. اوكي طيب ماشي اوكي طيب شويه ليمون تمام، شويه ليمون، لكن مش دائما تسووها، انتبهوا، لانه بعض الاحيان اذا كثرت من هذا المنتج راح يصير عندك ترتفع عندك الانزيمات اكثر فتخليك ممكن تستفرغ. لكن لشخص عنده عسر هضم او عنده مشاكل بالمعده شويه ليمون، يعني ملعقه ليمون طبيعي، ملعقه مش اكثر، ملعقه عصير ليمون طبيعي وملعقه واحده خل التفاح طبيعي و10 جرامات جلوتامين، اقسم بالله العظيم اذا تاكل الا ما شاء الله زجاج بتهضمه وما في عندك اي مشكله بهذا النهار. حلو. هاي جبت لكم اياها، هاي جبت لكم اياها، هاتوا له. وانا هواي ناس كانوا يسالون عليهم ما جاوب عليه لانه ما ريدها تنتشر. لا لا هاي مشان تعرفوا، مشان تعرفوا جبت لكم اياها. اي والله جاب. كابتن هلا مثل ما حكينا نحن على موضوع هاي سر الموضوع المعدي كديتوكس بشكل عام للجسم،
بشكل عام للجسم. في عالم بتقول لك اشراب بقدونس، اشراب، هالحكي صحيح ولا في شيء ثاني؟ صحيح صحيح. انا صارت عندي مشكله بارتفاع اليوريا بالكلى بالرئه بالكلى مالتي. تعرف انت اليوريا تيجي من البروتين، وانا دائما اركز على هذا الموضوع. بصراحة أنا شخص أحب الأكل وأكل كميات عالية، فوق الأكل كله أكل نوعية بروتين كلش أحبها، طعمها كلش طيب، اللي هي اللي رفعت اليوريا بسبب الكميات اللي أشربها، أشرب يوميا قبل النوم. فشو صار عندي؟ الدكتور واحد من الأطباء ما نصحني بالعلاج، نصحني أن أوقف سابلمنت وأشرب شو يسموه زنجبيل على الريق، ملعقة زنجبيل مع ملعقة كركم مع شوية ليمون مع مي سخن، مي فاير، احطها واخلطها، طبعا طعمها كلش سيء، لكن انتظرها لحتى تبرد واشربها على الريق. والله العظيم والله العظيم كانت توصل معايا مشاكل لدرجه انه اخاف. 20 يوم فقط انتهت المشكله بدون اي علاج. فانا امن بهاي الشغلات ومش ضدها. حلو. هلا حلو دائما الواحد يلجا لموضوع الطبيعه. بشوفك دائما تلجا لموضوع اكثر من المكملات، اكثر اي شيء، لاسس طبيعيه الموجوده. صح، من هالعظام العظام العظام انا عندي وجبه اساسيه. والله العظيم اطلع على سوق ستوري. على سوق الشور، على سوق الشارجه، سوق الشارجه، اروح اشتري عظام مال بقر، تمام، ومرات ما ياخذون الفلوس، ينطون اياها ببلاش، احطها بالبيت واغليها لمده 3 ساعات 4 ساعات على النار. طبعا شو بصير؟ يصير كولاجين، ويصير فيها نسبه بروتين وفيها تغذيه للجسم رائعه جدا وخفيفه الهضم، خفيفه الهضم. فهاي انا اعتمد عليها بالمفاصل بارتفاع التستوستيرون وبالتغذية مالت البروتين، لأن احنا نعرف كل زين بأنه الدورة الدموية من وين تتخلق؟ من العظام. العظام هي اللي تخلق الدورة الدموية، هي اللي تخلق الدم، هي تخلق الدم. فتخيل أنت لو من تجيب عظام البقر وكل هاي التغذية اللي موجودة فيها، فأنت في غنى عن كثير أشياء. والله العظيم عظام، الشوربة مال العظام والكولاجين اللي فيها مع رز، أقسم بالله العظيم وجبة أساسية عندي إياها يوميا بالبيت. عظام البقر اختفت اليوم بالشارقة اكيد. كابتن شغلي كمان، طالما انت ما بتحب القصص الكيميكال مثلا، شيء عالم كلها شايف تركض على التيستو بوستر، شيء محفزات التستوستيرون، شغلات طبيعيه تحفز التستوستيرون، شو برايك؟ احنا مشكلتنا مع تحفيز التستوستيرون بانه كثير ناس بيفكرون انه لما ياخذ محفز التستوستيرون انه راح يرتفع عنده التستوستيرون الطبيعي. انت جسمك اوريدي يفرز 7 ملي جرام ل 9 ماكسيموم، هذا للانسان الخارق. هاي لما نقول احنا نتكلم 7 إلى 9، هذا للإنسان الماكل بشكل جيد، اللي نايم بشكل جيد، اللي ماش عندنا مشاكل نفسية، اللي ما بيدخن، اللي عايش حياته كملك. هذا مش انا وانت نروح على اساس انه حياتنا طبيعية وتحفز 7 ملي جرام، لا، لكن احنا لما ناخذ محفز التستوستيرون بس علشان انه نوصل 7 ملي جرام فقط. لكن شخص يجيني يتوقع انه لما ياخذ محفز يصير عنده 15 باليوم ملي جرام، ابدا، مستحيله مستحيله. تمام، عندك شغلات طبيعيه بتحفز، تنقط عليه تريبولوس او شيء، اي تشتغل فعلا. الاعشاب انا امن بها جدا تشتغل، مثل عندك الاشواغاندا، تنقط عليه تسموها، وهي نفسها اللي يسموها جينسينج، هي نفس الاسماء. تمام، هاي شغله. في عندك الدهون الصحيه، الافوكادو، الجرجير. جرجير مشهور وامثال تنضرب عليه بسوريا على تحفيز التستوستيرون. والله العظيم، تمام. ففي شغلات والله العظيم الناس يعتبروها شغلات بسيطه، بس لانه متوفره عندنا ما يامنون، يقول لك لا انا اروح كيميكال، لكن والله العظيم هي تشتغل 100% بشكل خارق وصحيح. طيب كابتن، سؤال كثير مهم بتمنى تجاوبني عليه، هل صاير ترند بي سي تي ولا تي ار تي؟ لا، اذا عندك مصص كتله عضليه وتريد تسوي بي سي تي معناته انك تريد تجهز على سايكل ثاني. انتهى الموضوع. انت قاعد تسوي بي سي تي عشان تخلص من المشاكل اللي سببها السايكل الاول. ليش؟ لانه انت في عندك هدف لسايكل ثاني. لكن اذا ما في عندك الهدف لسايكل ثاني، لا تي ار تي، لانه اذا وقفت الهرمونات مالتك اجباري جسمك راح ينزل. ليش؟ لانه ما في شيء يعوض الهرمونات اللي وقفتها انت. انت جسمك ضخم لانه انت فوتت هرمون. ليش؟ لانه هرمونك الطبيعي غير كافي لبناء كتله عضليه بهذا الشكل، فشي طبيعي انك تدخل هرمون، لكن لما توقف هذا الهرمون شنو يصير عندك؟ صار عندك نقص بالهرمونات، فشي طبيعي لازم تدخل تي ار تي عشان تظل محافظ على المستوى قدر المستطاع. طيب هذا الشيء كمان عم يعملوه عالم صغار بالعمر، يعني في عالم عمره 21 سنه، من سنه لسنه عم يحضروا بطولات بس ما عم يوقفوا،
يعني بيخلص بطوله بقول لك على تي ار تي. هذا غباء، هذا غباء، هذا غباء، هذا هذا اكثر تخلف يصير بلعبه كمال اسلام مع الاسف. كم مسبك كمان مالش كثير منيح. لا لا هذول هيك هيك ناس، هيك ناس والله انا لا احترمه ولا احترم جسمه، وهذا بس يعبر 30 اعتبره خرب خلاص. طيب. انتهى، صار اكسباير، لانه بهذا العمر اذا ما طلعت لك عضلات بدون هرمونات ما راح تسوي شيء بال30. الهرمونات تاخذها لما جسمك يوصل لمرحله مجدد. لكن انا مع الاسف كل احترامي اقول لهذول الاغبياء اللي يقعدون يتاجرون والاغبياء اللي يشترون من عندهم، بس لا اكثر ولا اقل. لكن شخص بهذا العمر يصير بهذا التفكير والله العظيم ما احترمه ولا يهمني هذا الجسم، وهذا الجسم كله ما يعتبر عضلات. البطل اللي يعرف يطلع عضلات سليمه مع عقل سليم مع جسم نظيف، هذا بنظري البطل. لا تسال بعد، خلاص خلاص، سكر على سكر على اللايف. قلت له اخر سؤال من 10 اسئله عجبت، خلاص تعبنا كمان. يعطيك العافيه، شكرا كثير لك كابتن جانتي، وان شاء الله بحلقات جديده نحن والكابتن جانتي. وشكرا كثير يا شباب، تعلموا من احد، لا تخجلون تعلموا والله العظيم. لليوم انا قاعد اتعلم وقاعد اسمع معلومات وقاعد اجدد معلوماتي. شرفت بكم شرفت حبيبي كابتن، شكرا كثير لك. طبعا الحلقه المنتظره من زمان، كثير بعثتوا لي على اليوتيوب، كثير بعثتوا لي على اليوتيوب مشان نستضيف الكابتن جانتي واستضفناه، وشكرا كثير لك، ما قصر ابدا بالاسئله. بنشوفكم بخير ببودكاست بصراحه.